الله والصلاة على رسول الله، أما بعد، السيد وعلي ولاية الاستوائية، السيد مع السيد وزير الصحة، وزير الثروة الحيوانية والصحية، السيد وزير الصحة، السادة الكرام والحضور الكريم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. في البدء نحييكم ونشكركم على جمعكم هذا في تشريفنا لافتتاح هذا المسلخ. وفي البداية نبدأ كيف بدأت هذه السلخة. نود أن نشكر أسرة تعاون لدورهم على تعاونهم وإعطائنا هذا العرض، وتعاون السيد وزير الصحة، وزير الثروة الحيوانية عليه جمال، وزير الثروة الحيوانية وكل طاقم الوزارة والمدراء والفنيين. نود أن نشكركم ونود ونقول لكم إن شاء الله إن شاء الله المرة الجاية هتكون أفضل من الوضع، تكون أفضل من كده. في النهاية ده أعلق على كلام السيد المدير بأن ظهور موضوع المسلخ إن شاء الله هنا هنتعاون تعامل كامل وشامل مع كل السلطات وكل اتجاه الاختصاصات الجهات المختصة في هذا المشروع. وفي الختام نشكر السيد الوالي ونشكر السيد نائبة الوالي، السيد وزير الثروة الحيوانية وكل الحضور إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شكرا.